السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من حلقات في المختبر. في عندي اليوم هذا الجهاز الصغير، أنا شفته على قنوات يوتيوبرز كتار بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات، ولقيت يعني طبعا كل واحد عنده واحد يعني بيستعمله غالبا في شغله. هو عبارة عن كاوي لحام، ولكن معه تشارجر كمان، وفي جواته بطارية، وفي كمان متحكم، وبالتالي أنت ممكن تستعمله بسهولة أكثر من الكاوي العادي اللي هو مشبوك في الكهرباء دائما. طبعا في له باور معينة، ولكن حسب رؤيتي في الفيديوهات تبعون اليوتيوبرز التانيين لقيت يعني أنه سهل وصغير، وممكن طبعا تشغيله بسهولة، وبصل سرعة كويسة، يعني سرعة وصول الحرارة كويسة، وبالتالي قررت انه اطلب من بانجود يبعثوا لي واحد واجرب فعلا هذا المنتج واشوف فعلا هل هو مفيد ولا لا. طبعا هذا البراند تبعته عبارة عن TS80P Smart Soldering Iron، فان شاء الله لما نشوف الان نفتح الجهاز هذا. في عندك طبعا هنا كتالوج، تمام، زي ما هو واضح هنا، مش عارف اذا في الكاميرا ممكن توضح اكثر. مكتوب طبعا الفولتج الماكسيمم اللي هو 12 فولت، طبعا المفترض يعني يكون من البطاريه، تمام، 30 واط كويس، بتصل لحرارات مثلا ل 400 درجه مئويه زي ما احنا شايفين هنا، اوكي. والستاند باي عباره عن نص واط. ستاند باي يعني معناته انت لو سبته هو بيشتغل في ستاند باي وبيضيع بس 5 نص واط، وبالتالي يعني البطارية ممكن تستمر أكثر، تمام. وفي السليبنج تمبريتشر برضو 200 درجة مئوية فاكتوري سيتنج، معناته إنه لو أنت سبته فترة هيك بيقلل حرارته من 400 ل 200، وبعدين لما أنت تطلبه تاني بيطلع ل 400. يعني شكله إنه هذا هي النوع الذكي، ليش سموه سمارت؟ يمكن عشان هذه الأمور، تمام. طبعا زي ما احنا شايفين هنا له بعض اللي هو الأجزاء، واللي كويس فيه إنه الجزء هذا يتم فصله وتركيب واحد تاني لو أنت بدك، يعني هذا الجزء دائما يعني زي بيقولوا هذا الماستر وهذا السليف، تمام. ففي عندك هذا السولدرينج تيب اللي هنا، تمام. في عندك السولدر فاستر اللي هو رقم 2، هذا عبارة عن يعني اللي هو زي الحزقة، تمام، صامولة. 3 و4 عبارة عن مفاتيح عشان تتحكم فيها بالجهاز والحرارة. في عندك سكرين موجودة رقم 5، تمام. وفي اليو اس بي تايب سي، هنا محتاج تايب سي هنا عشان يشحن، تمام. في طبعا فيرجنز قبله كان تايب 2. فخلينا نشوف الان ايش في الجهاز. زي ما احنا شايفين في عندك هذول الاثنين، وفي عندك تحت هنا تشارجر على ما اعتقد، وفي كمان هادي، تمام. نشوف شو هذه. هذه يبدو انها اللي هو الجراوند، تمام، لما توصل بالجراوند على ما اعتقد، يمكن نشوف كيف الوضع، لسه ما شفت، ما بعرفهاش. ممتاز، هي معاه كابل تشارجر سي، اوكي. هي كابل اللي بصراحة يعني الماتيريال تبعته بتلاقيها حلوة هيك وطرية. وهذا كمان عبارة عن تشارجر، وهي المخرج تبعه كويس، مش عارف اذا قديش، تشوف قديش مكتوب عليه. مكتوب عليه بي دي 45 واط، 45 واط، تمام. نشوف هنا، مش واضح كثير، اوكي، تمام. وهذا شيء جيد يعني انه مع التشارجر، وهذا طبعا التشارجرات هذه شباب مش رخيصه كثير، اذا بدك واحد جيد يعني، تمام. طيب خلصنا تقريبا. في هنا مفتاح صغير، اوكي، فيش شيء ثاني. شكله هذا مفتوح قبل ما يوصلني بصراحه، اوكي. بدنا نشوف يعني الأجزاء الثانية، ماشي الحال، الآن طلعناهم كويس، وبالتالي هذا هو الجزء الأول زي ما احنا شايفين، وهي البراند تبعه، وهي البوتونز كويس، والآن هذا هو الجزء ايش اللي بدخل منه اللي هو الجزء هذا. هذا شوفوا كيف الشباب عاملين مصممينه زي كأنه مدخل اللي هو السماعات، تمام، ولكن لازم تتحمل باور عشان هيك يعني هيك أسمك شوية كويس. وهنا اسم الراس موجود، هنا اسم معين، مش عارف اذا هينشاف معك ولا لا، زي ما احنا شايفين هيك TSB02. ما بعرف هل لها دلالة معينة، ممكن الوط او شيء، ممكن بعد هيك ممكن يصدروا روس تانية بحيث انها تتركب في نفس المكان، والرأس هذا يكون مثلا يعني الوط تبعه اكبر او اصغر، او يمكن يخسروا حاجات تانية. ولكن التصميم حلو،
وفي فكرة ليش؟ لأنه إذا ممكن بعد هيك ينتجوا كثير من هذه الأشياء ولكن مختلفة الوظائف، كويس؟ فبمجرد إنه يحطه هيك خلص ذاتس إت، يعني مش محتاج حتى يلف. أنا حسيت ممكن بده يلف ولكن خلص كده طلع. لو بدنا نطلعه برا، أنا ما أعتقد فقط بتدفعها هيك فبطلع برا، شايف كيف؟ لا ممتاز، يعني بسموها اللي هو طريقة التركيب الأسمبلي تبعته سهلة جدا. طيب مش عارف بصراحة إذا مشحون ولا لا، ولكن بدي أجرب أشغله. يعني هل في هنا طبعا هيك حاجة مفتاح، ولكن مش عارف لا شو. نشوف الآن، ولكن نشوف أجرب أشغله. هل في بطارية مثلا يشتغل ولا لازم أشحنه في الأول؟ والآن هي شبكة الشاحن فاشتغلت الشاشة، معناته إنه إيش كان بس بده عملية الشحن. طبعا في له هنا مفتاحين، تمام. المفتاح الأول يبدو بيظهر الحرارة. هل بدأت تسخن؟ بدأ يسخن الرأس، تمام. وهي وصل 300 درجة مئوية مجرد ما حطيته، هذا شكله يعني ممتاز. هي السرعة اللي بحكي لك عنها. طبعا هل ممكن أنا أزود الحرارة أو أوكي، بمجرد استمرار الضغط على هذا السويتش بينقلك لتزويد الحرارة مثلا. أوكي، هاي مثلا 400 درجة مئوية. هل بيطلع أكتر من هيك؟ لا، تمام. وإيش بخليها مثلا 350، كويس. وبعدين إيش؟ أوكي لا، هذا إيش يعني إذا ظليتك ضغط بعد هيك بيضلوا إيش شغال. فالآن أنا شايف إنه بدأ يشتغل فيه ريحة، تمام. فخليني مثلا أجيب سولدر ونجرب بشكل بسيط، وبعدين نبدأ إيش نلحم فيه ونشوف فعلا. والله زي ما احنا شايفين إنه والله أيوه إيش بيسيح. فخليني الآن أجيب لوحة وأجرب بس لحام بسيط عليها عشان نشوف والله كفئ ولا لأ. زي ما احنا شايفين هنا الباور سبلاي، خليني بس أفرجيك. هاي ميزة اليو اس بي سي يا شباب. اليو اس بي سي ما بطلع لكش 5 فولت وبس، لا، ممكن يطلع لك رينج من الفولتج. وهنا كاتب 12 فولت، شايفين كاتبين 12 فولت. طبعا لما اضغط هنا هل بيجيب لي حاجات تانية؟ اظني ضاغط هيتنج، الووك اب تمبريتشر، ستاند باي تمبريتشر، سليب تايم تمبريتشر، باور الان 33 واط. اوكي للاسف ما كانش الكاميرا واضحه، تمام. تمبريتشر ستيب، يعني كل عشرة ديجري مثلا بنط انت ممكن تقللها وتزودها. الاوف فولتج 13، يبدو انه كانه في بطاريه بيشحنها ولما توصل 13 بتطفي مثلا، مش عارف لسه بدي اتاكد. تمبريتشر هاند، كاتبين هنا الهاند رايت هاند، يعني انا بلحم باليمين. ممكن ايش؟ ممكن واحد بالشمال فيمكن يستعمله برضه. لو كرنت اون، حاجات كتير يعني. في 12 فولت هنا، تمبريتشر لسه مش مقيوسة. تمبريتشر مش مقيوسة ما بعرف ليه، يمكن في واحد فيهم سنسور وواحد ما فيش فيه، I don't know. طيب that's it يعني. ها نشوف الآن، نجيب لوحة ونجرب. طيب شباب، أنا حاول أعمل عنصر SMD، ألحم عنصر SMD زي هذا، وعنصر كمان ثرو هول زي هذا علشان نشوف نختبر يعني على الاثنين. فالآن في عندي أنا مقاومة، هحط أول حاجة أول طرف منها اللي هو هذا، تمام. بس إيش كويس إن واحد يحط فلكس، نشوف فعلا هل هتلزق بسرعة ولا لأ، تمام. بعدين نجيب المقاومة، بعدين نعمل الطرف الثاني نشوف. كويس لو نزيد فلكس لأنه يسهل عملية اللحام وخاصة الـ SMD. أوكي تقريبا مسكت، أشوف مرة تانية. عشان أول استعمال يمكن الراس بس بدها حماية.
اوكي، يعني بصراحة بيسيح، يعني ما فيش فرق بينه وبين العادي. إذا أنا بلحم بطريقة خطأ فهذا يعني خطأ لحام، طريقة اللحام، ولكن إذا بلحم بطريقة صحيحة فهي 100%. خلينا أقلبها على أساس إيش؟ نشوف ثرو هول كومبوننت. طبعا أنا اخترته يكون كبير بحيث إنه يعني نشوف الاختبار كويس. نحط العنصر بالشكل هذا. هاي العملية برضو تمت بسهولة، معناته الكلام والله ما فيش مشكلة فيه. بس هل الاختبار هذا ممكن ينفع برضو حتى من غير الباور سبلاي، ولا هو فيش فيه بطارية؟ هذا الكلام ان شاء الله هشوفه بعد شوية. اوكي، فيعني طريقة اللحام لا بأس بها، يعني مرضية، يعني هي بصراحة ما فيش فرق بينه وبين اللي هو اللحم العادي. بالتالي شباب، درجة الحرارة اللي لحمت فيها قبل شوية 350 درجة مئوية، طبعا هي ممكن ترتفع ل 400 درجة مئوية زي ما انت عايز. لاحظت انه شباب انه يعني بلحم انا وبدي احطه في مكان ما فيش له حامل، يعني مش جاي معاه حامل للكاوي على اساس انه يوضع فيه. لكن لاحظت انه شايفين الكيرف هذا اللي هو تصميمه يعني هيك وطالع شوية، هذا يعني شوية الدياميتر تبعها اللي هو القطر تبعها أكبر، عشان لما تضع أنتو على الأرض بشكل مستوي البوز هذا تبعه ما بيصل الأرض، تمام؟ يعني في مسافة بينه وبين الأرض، وبالتالي لو سبته أنا ما فيش خوف إنه هذا إيش ينزل على الأرض. يمكن هيك هما الفكرة تبعتهم. ممكن طبعا لو أنت حاطه على اللي هو جانب مش مستوي ممكن وقتها يصيب الأرض، ولكن يعني في كل الأحوال أكيد يعني كل اللي بيشتغلوا في الإلكترونيكس أكيد يعني عندهم وسيلة يضعوا هذا فيه، تمام؟ حاجة تانية لاحظتها إنه أنا تركته يعني جزء من الوقت، فلقيت لحاله طفى نفسه، ولكن طفى نفسه بطريقة مش إنه كامل، ولكن حط حاله في الستاند باي، إنه حط ال 350 على ال 200، يعني نزل حاله 200 درجة مئوية، بمجرد أنا ما لمسته رفع حاله ل 350 درجة مئوية، وهذا الشيء إيش؟ جيد. فخليني بدي اشوف قديش الوقت، مثلا مش مهم قديش الوقت، ولكن بدي اشوف السرعه اللي بيرتد فيها من 200 ل 350 مره ثانيه، هحاول افرجيك اياها. هتركه الان واشوف الوضع. هاي الان يا شباب بدأت عملية انه بنزل قاعد التمبريتشر ل 200، هاي شايفين؟ هاي قاعد بنزل وبقول انا رايح ال 200، يعني تقريبا مر حوالي 4 دقائق، يمكن 5، انا ما عدتش الخمسة، بس حسب ما ظهر لي تقريبا 4 دقائق. شايفين هاي راح ل 200. الان بدي احاول اشوف المسه، طبعا ممكن لمس ممكن ضغط، كويس، واشوف الوضع. بس خليه يروح ل 200 في الاول واشوف هل في اي قراءة بتيجي عليه ولا لا. فهذا ذكاء انه بيكتشف انه انت لا تستعمله الان، فهو بنزل الباور تبعه. حتى الباور سبلاي بتلاقيه هيك خفف الباور تبعه، يعني بتلاقي انه صوت في له صوت خفيف جدا بتلاقيه اختفى. الان بدنا نشوف، هاي تقريبا وصل ل 200، الحين صار 200 درجة مئوية وثبت نفسه على 200، كويس. هل ممكن ينزل اكثر؟ هيو بينزل، هيو بينزل، يعني مش والله ثبت حاله الا اذا هيشتغل تاني. فلا، هسيبه اشوف عند وين بده يقف، الا اذا هيطفي حاله تماما. اوكي، هاي بدأ يرفع حاله شوية، كل ما ينزل عن 170 يرفع حاله شوية لحد ما يوصل 200. اوكي، يعني لا، في ريجوليشن في الموضوع. طيب الان بدي المسه، ها لو انا هزيته هل كافي او ضربته؟ اها، شفته طلع بمجرد فقط انه عملت هيك طلع 350، معناته انه يبدو انه في سنسور اللي هو الاكسلروميتر انه بيكتشف الحركه، وبالتالي هي ارتفع ل 350 في اقل من 3 ثواني، تمام؟ وهذا السمارتنس في الموضوع. في حاجه طبعا انا دائما بغلط فيها، وهي انه بشتري عنصر بقول والله في بطاريه، وفي الاخر انا بكون غلطان شاري براند مختلف. اعتقد هذا ما فيش فيه بطارية، هشوف الان. يعني مش مكتوب في الكتالوج انه فيه بطارية، وهو زي ما احنا متوقعين لا ما فيش فيه بطارية، يبدو ان انا غلطان صراحة، كويس.
فمش هذا البراند اللي في البطارية عذرا، ولكن طبعا هو جيد جدا بصراحة، يعني صغير وذكي. طبعا شباب في حاجات تانية مثلا غير شوف السرعة تبعت لما شغلته من أول وجديد، طبعا على طول هيك ارتفع ل 350، ممكن أنت ل 300 ممكن أنت ترفعه بكل بساطة. عملية تغيير كمان الحرارة برضو سهلة جدا، فالحين من 300 ل 400 بتلاقيه زي الصاروخ طلع. هذا هو شفته، في أقل من 3-4 ثواني بتلاقيه طلع لدرجة الحرارة العالية. هذا هو منتج اليوم، أتمنى يكون يعني على الأقل عجبكم. إذا يعني هذا النوع من السلسلة اللي بعملها، لو أنا شفت منتج ممكن أعرضه على أساس أنه لو في حدا حابب يشتري هذه الحاجات على الأقل يلاقي في المحتوى العربي شيء يتحدث عنه أو يجربه قدامه. أنا ما بعرفش التكنولوجيا وراء، ما بعرفش يعني هل هو ممكن يفيد ناس تانية محترفة ولا لا، ولكن هذا هو الموجود يعني. أوكي، أنا مش هزود، مش هشكر فيه ولا هعيب فيه، هذا هو الموجود. إن شاء الله اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشوفوا الفيديوهات السابقة، في فيديوهات ممتازة، واعمل كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.